ننتقل معكم إلى فرنسا التي تحتفل بيوم الباستيل، حيث تقام الاحتفالات وتطلق الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد. وتقام في الشانزليه أكبر وأقدم عرض عسكري بالقارة الأوروبية بحضور رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة. يخلد هذا الاحتفال الوطني بذكرى اقتحام سجن الباستيل في 14 من يوليو من عام 1789 هي مرحلة رئيسية في الثورة الفرنسية التي انتهت بإقرار الجمهورية الثالثة وبتوحيد الفرنسيين وسقوط القمع والاستبداد الملكي. عن هذه الاحتفالية في مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير وحدثنا عنها. أحييك خالد. الاحتفال بذكرى الباستيل أو اقتحام سجن الباستيل، طبعا تتم الاحتفالات في أكثر من مكان وخاصة في الشانزليزيه، فماذا عن الفعاليات بمشاركة الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين؟ نعم حسني، بعد التحية، هذا الاحتفال في العام واحتفال مختلف حيث جرت العادة أن يكون في باحة الشانزليزيه وبحضور شخصيات دولية. كانت آخر زيارات أو آخر هذه الشخصيات كان رئيس الوزراء الهندي العام الماضي. في هذا العام وبسبب بعض من بعض من الظروف الأمنية والتهديدات الأمنية وأيضا الألعاب الأوروبية، بدأ الرئيس الفرنسي في الاحتفال بالعاصمة الفرنسية باريس وبساحة فوش وهي القريبة من الشانزليزيه، ولكن هذه المرة وسط إجراءات أمنية مشددة، أكثر من 130 ألف شرطي ودركي في العاصمة الفرنسية باريس وحدها 11 ألف. ولأول مرة حسني تدخل الأفراد للاحتفال بهذه المناسبة عن طريق بطاقاتهم الشخصية وتسجيل بياناتهم، وذلك في محاولة للسيطرة الأمنية على هذا الاحتفال الذي ستشهده العاصمة الفرنسية باريس وبعض من المدن، ومنها من خلفي هنا مدينة مارسيليا التي ستستضيف هذه الألعاب الأولمبية أيضا مع العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا الاحتفالات ستكون بعد عصر هذا اليوم هنا ومساء اليوم أيضا. نحن نرى طبعا من خلفك هذه المظاهر والأعلام الفرنسية. نتركك مع فعالية هذا الاحتفال في مارسيليا. خالد شقير، أشكرك شكرا جزيلا.